الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنختم الحديث عن مسائل القراءات القرآنية قبل أن نبدأ في ما يتعلق بالقراء والتعريف بهم. نختمها بمسألة مهمة، وهي فوائد اختلاف القراءات القرآنية. لماذا كان القرآن يقرأ بقراءات متعددة؟ طبعا عندنا قاعدة ينبغي أن نبدأ بها، أن اختلاف القراءات القرآنية اختلاف تنوع وتغاير، لا اختلاف تضاد وتناقض. فالقرآن الكريم كلام الله بقراءاته العشر الثابتة، لا يوجد فيه تناقض، لأن الله جل وعلا قال كتاب أحكمت آياته، وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمفهوم ذلك أنه لا اختلاف في القرآن بوجه من الوجوه. فهذا الاختلاف في القراءات القرآنية التي وردت بأكثر، يعني في قراءات متعددة، ما الفائدة؟ هل له فوائد أو أنه يعني مجرد يعني تكثير قراءة بدون فائدة؟ لا شك أن القراءات القرآنية لها فوائد كثيرة، بل فوائد متنوعة في كل ما يحتاج إليه المسلم على وجه العموم، وكذلك طالب العلم على وجه الخصوص. نبه الشيخ مناع القطان على بعض هذه الفوائد، وليس المجال هنا مجال تفصيل، وإنما مجال يعني إشارة إلى هذا الأمر بشيء من الإيجاز. فذكر رحمه الله في فوائد الاختلاف في القراءات الصحيحة، قال والاختلاف في القراءات الصحيحة فوائد. أولا، الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه على الأوجه الكثيرة، وهذا واضح، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن العظيم بهذه الوجوه والروايات المتعددة، ولم يتطرق إليه خلل، ولم يحذف منه شيء بعد أن ثبت وتولى الله عز وجل حفظه، وهيأ له من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بهذه المهمة على خير وجه. فحفظ الله هذا الكتاب بهذه القراءات المتعددة، فهذا فيه دلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف مع كثرة القراءات التي وردت فيه. ثم من فوائد القراءات القرآنية التخفيف على الأمة وتسهيل القراءة عليها. نعم، لا شك أن القراءات القرآنية الثابتة فيها تخفيف على الأمة، خاصة في أول الأمر، ثم لا يزال التخفيف إلى الآن. فهناك بعض الوجوه في القراءة شديدة على بعض الناس، مثلا الهمز، يعني بعضهم يجد صعوبة في الهمز مثلا، فيقرأ بالتسهيل، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون بالهمز، فالتسهيل فيه تيسير، لأن من الناس من يشق عليه القراءة بالهمز، مثلا الصلاة، الصلاة بتفخيم اللام، لأن من الناس من يشق عليه ترقيق اللام هنا بعد الصاد الذي هو حرف من حروف الاستعلاء. ففي تنوع القراءات تخفيف وتيسير على الأمة حتى تسهل قراءة القرآن عليهم. ولا شك أن هذا لا يعني أن القرآن يقرأ بالتشهي، وإنما بالطريقة المعروفة التي ذكرها العلماء بطريقة التلقي، فمن قرأ قراءة فإنه يلتزم بها لأنه تلقاها بهذا الوجه. لكن في مجموع القراءات تخفيف وتيسير على الأمة، فيها تيسير أيضا في الصلاة. فنحن نعرف مثلا في صلاة القيام التي تقرأ مثلا في المساجد، بأنه لو قرئ ببعض القراءات لكان فيها طول، لأن المد فيها طويل، ست حركات في بعض المدود، لكن هناك قراءات فيها تخفيف في المد، وهذا يسهل على الناس قراءة القرآن بشكل سريع حتى لا يجد الناس صعوبة ومشقة في الصلاة، إلى غير ذلك من وجوه التسهيل في القراءة. ومن فوائد اختلاف القراءات القرآنية، القرآن كما نعلم معجز، ومن صور وجوه إعجازه أنه يأتي بألفاظ قليلة ومعاني غزيرة، ومما يجعله بهذا الوصف القراءات القرآنية. فنجد أن الكلمة تقرأ بأكثر من وجه فتدل على معاني أكثر بتعدد قراءاتها، فيثري معاني القرآن، وهذا من أنواع الإعجاز المتعلق بالإيجاز. فتأتي بدل أن تأتي قراءة أو آية أخرى، تأتي قراءة في نفس الآية في نفس اللفظ، فيستفاد منها معنى أكثر. فيقول المؤلف حيث تدل كل قراءة على حكم شرعي دون تكرر اللفظ، كقراءة مثلا وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم إلى الكعبين، هذا القراءة المشهورة جمهور القراء، وقراءة سبعية بالخفض بالكسر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، عطف على الممسوح. فيقول المؤلف بالنصب والخفض في وأرجلكم، ففي قراءة النصب بيان لحكم غسل الرجل لأنها معطوفة على المغسولات، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم، معطوفة على الوجه واليدين. وفي قراءة الخفض بيان لجواز المسح إذا كان المسلم قد لبس خفا أو جوربا، فإن قراءة وأرجلكم تكون بالعطف على الرؤوس، والرؤوس ممسوحة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فأفادت معنى، فأفادت قراءة النصب حكما، وأفادت قراءة الكسر حكما، وكل ذلك في لفظ واحد. إذن وهكذا في كل القراءات التي تتعدد المعاني في اللفظ المقروء. ومن فوائد القراءات كذلك بيان ما يحتمل أن يكون مجملا في قراءة أخرى، لأن القرآن نحن نعلم قاعدة من قواعد التفسير أن أعلى أنواع التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، ومن صور تفسير القرآن بالقرآن أن تفسر قراءة ما ورد مجملا في قراءة أخرى. فمثلا قراءة يطهرن في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، جاء في قراءة سبعية ثابتة ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتشديد والتخفيف، فقراءة التشديد مبينة لمعنى قراءة التخفيف، لأن التخفيف يفهم من انقطاع الدم، ويطهرن الاغتسال، فلا تؤتى المرأة ولا تقرب حتى ينقطع الدم بدلالة يطهرن، وحتى تتطهر بقراءة يطهرن، فالحائض لا يحل وطؤها لزوجها بالطهر من الحيض إلا بانقطاع الدم، أي بانقطاع الدم حتى تتطهر بالماء وتغتسل. ذكر المؤلف مثال لقراءة هي شاذة، ليست من القراءات الثابتة، لكن أيضا القراءات الثابتة الشاذة تفيد كما مر معنا في التفسير. قراءة فسعوا إلى ذكر الله، فإنها تبين أن المراد بقراءة فسعوا الذهاب لا المشي السريع، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، ليس المراد بالسعي يعني المشي السريع، وإنما المراد الحرص والذهاب. أيضا القراءة الأخرى، في طبعا هذا يحصل كثيرا في القراءات الشاذة التي ثبتت بالإسناد لكنها غير موافقة للمصحف، فليست موجودة في المصحف فتفسر القرآن فتبين ما أجمل في الآيات. مثلا وقراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ورد في قراءة شاذة فاقطعوا أيمانهما، أيمانهما يعني اليد اليمين، فقد بينت ما يقطع. وقراءة وله أو أخت من أم، من أم، وهي قراءة شاذة، فبين أن المراد بالأخ والأخت هنا من الأم، فلكل واحد منهما السدس، فقد بينت أن المراد الإخوة لأم، ولذلك قال العلماء باختلاف القراءات يظهر اختلاف الأحكام، وقد ألفت في ذلك مؤلفات، ألفت مؤلفات في أثر اختلاف القراءات في الأحكام، كما ألفت مؤلفات في أثر اختلاف القراءات في التفسير. قال أبو عبيد في فضائل القرآن وهو يتكلم عن القراءة الشاذة: المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها، كقراءة عائشة وحفصة والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وقراءة جابر فإن الله بعد إكراههن من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، يعني المغفرة والرحمة لهن لأنهن مكرهات. قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن، فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة، فهو أكثر من التفسير وأقوى، فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل، وهذا يتعلق بالتفسير، وهذا كثير جدا، وهناك رسالة كبيرة في أثر القراءات القرآنية في التفسير للدكتور محمد عمر بازمول مطبوعة وموجودة ومعروفة، وهناك كتب في اختلاف القراءات. مثلا نستفيد أحكام كثيرة، مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فالله مالك يوم الدين، وقراءة مالك يوم الدين، فالله مالك وملك. مثلا لما نقرأ في العقيدة مثلا قول الله تعالى بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، هناك قراءة سبعية بل عجبت ويسخرون، فالعجب يعني من الله، ففيه إثبات العجب من الله سبحانه وتعالى، ففيها فوائد كثيرة جدا خاصة بالتفسير وفي الأحكام وفي العقائد يستفاد منها كثيرا، فينبغي الحرص على
القراءات وتعلمها، فإن هذا العلم من أهم العلوم التي يحتاج إليه، ولا يليق بطالب العلم أن يقرأ القرآن ويهمل القراءات التي لا يعرفها، لأنها تفيده سواء كان في القضاء أو في الإفتاء أو في تعليم الناس. فالقراءات لها أثر كبير في بيان القرآن، ولها أثر كبير في معرفة أحكامه واستنباط معانيه، إضافة إلى أن لها الأثر الكبير في معرفة التفسير، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة المهمة، وهي فوائد اختلاف القراءات القرآنية. وهذا الكلام كما ذكرنا سابقا كلام مجمل مختصر، وإلا فقد تكلم العلماء في هذا وبسطوا الحديث بالأمثلة المتنوعة. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم.